أبرز الأخبار من قناة تل من القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف بقصر الاتحادية، والذي وصل على رأس وفد كبير في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السعودية الرياض حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي يتم تنفيذها بمحافظتي سوهاج وقنا. تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي اليوم فعاليات إطلاق مبادرة إبهار مصر، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية للطلاب الموهوبين بالمدارس المصرية على يد نخبة من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون من أكاديميات ومؤسسات عالمية. بحث ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة. وخلال لقاء جمعهما في الرياض أكد الجانبان أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030. كما تطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب. انطلقت منذ قليل في العاصمة السعودية الرياض مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، والتي تسعى لمواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة. ويعقد الحدث الضخم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة 10 محاور اقتصادية رئيسية بحضور 140 متحدثا. هذا ويرأس المنتدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني الرئيسي. ويربط الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا ويتضمن نفقا تحت الماء ما بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ ومدينة جوهاي وجزيرة ماكاو الشهيرة بنوادي القمار عبر مياه نهر اللؤلؤ. وصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق فوزه السابع على التوالي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ليستر سيتي في المواجهة التي احتضنها ملعبه الإمارات ضمن منافسات الجولة 9 من البطولة. وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة محتلا المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث. نهاية الموجز للقاء.